أما أن العوام يقولون للإمام اجمع فلا يطيعهم إلا إذا كان في أحد هذه الأحوال: مطر ينزل يبل الثياب، دحض وطين في الشوارع، ريح باردة شديدة، في هذه الأحوال لا بأس بالجمع. أما أنهم يجمعون وما في شيء من هذه الأعذار، غاية ما يكون فيه مطر خفيف أو يخشى من مطر أو فيه نوع من البرد، لا يبيح الجمع. وعليه أنه يبين لهم هذه الأمور، يشرح لهم متى يجوز الجمع ومتى لا يجوز. نعم.